بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برحب بحضراتكم جميعا في دار الحكمة، مقر نقابة الأطباء ومقر اتحاد الأطباء العرب. والحقيقة يعني احنا مجتمعين النهاردة لمتابعة قضية من أخطر القضايا اللي تخص الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية، وهي القانون الجديد اللي أصدره الكنيسة بتقنين التغذية القسرية. الحقيقة أنا برحب بحضراتكم جميعا، وخاصة يعني معالي السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والأستاذ سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب، لأن احنا الحقيقة أول ما صدر هذا القانون اتصلنا باتحاد المحامين العرب وقررنا ان احنا لازم ننسق الجهود كلها لإسقاط هذا القانون. وطبعا بنرحب بسيادة السفير عبد الرحمن موسى ممثل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسيادة المستشار عبد العزيز البشر نائب رئيس البعثة الكويتية في البعثة الدبلوماسية في دولة الكويت، لأنه احنا كنا حريصين على وجود اتحاد البرلمانيين العرب، حيث أن هذا القانون صدر من الكنيسة الإسرائيلي. والأستاذة الدكتورة دينا شكري رئيسة الرابطة العربية للطب الشرعي والسموم، وطبعا أنا وسيادة السفير جمال الشبكي سفير الشبكي سفير دولة فلسطين. بعتذر عن صاحب البيت طبعا، ويعني كل حضراتكم اصحاب البيت، ولانه احنا فعلا النهارده بنواجه مأساة جديده من المآسي تصرفات الكيان الصهيوني في الوطن العربي. والحقيقه يعني المأساة الكبرى هذه المره انه محاوله لتقنين التعذيب، ومحاوله لشرعنة لصدور تشريعات تقنن اللا إنسانية والمعاملة اللا إنسانية والاضطهاد وتعذيب كل الأسرى وكسر إرادة مقاومة الاحتلال. الحقيقة احنا طلعنا بيان من الاتحاد ووزعناه على كل الجهات الشعبية والجهات الرسمية، و أطباء العرب هو اللازق في لساننا. بنرحب بممثل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السفير عبد الرحمن موسى. بنرحب بالسادة ممثلي السفارات العربية، ونخص بالذكر سيادة المستشار عبد العزيز محمد بشر مندوب سفارة الكويت. وبنرحب طبعا بزميلتنا العزيزة أستاذة الدكتورة دينا شكري أستاذة سموم في القصر العيني، وبنرحب بالزميل العزيز دكتور أسامة عبد الحي زميلي في مجلس نقابة وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، وبدكتور عماد طروية أمين صندوق اتحاد الأطباء العرب. المناسبة اللي احنا بنجتمع فيها مناسبة وطنية، ومناسبة تتعلق بدور النقابة في إثكس المهنة وأخلاقيات المهنة بامتياز. دائما ما كانت نقابة الأطباء تدافع عن حق العلاج والرعاية الطبية للمحتجزين بكافة انتماءاتهم ومواقفهم. المحتجز له حقوق الرعاية الصحية، وله حقوق حماية حياته وحقوقه الطبية والإنسانية جميعا مهما إن كانت جرائمه. ما بالنا والمحتجزين في هذه الحالة هم الأسرى الفلسطينيين، مع كون المشكلة الفلسطينية أحد المشاكل الأساسية في ضمير الشعب المصري والشعوب العربية عموما، أحد المشاكل اللي طالما اجتمع عليها رأي ووحدة صف الشعوب العربية مهما إن اختلفت في منازعات أو توجهات مختلفة، فإحنا أمام بالفعل مشكلة لها شقها الوطني ولها شقها الإنساني والمهني. بالنسبة لنقابة الأطباء، التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين اللي اتحط لها عنوان مضلل كمحاولة لإنقاذ حياتهم، وهي في الحقيقة محاولة لكسر إرادتهم، ونتج عنها في الثمانينات في بداية تطبيقها وفاة 3 من الأسرى الفلسطينيين بالإضافة للعديد من الإصابات.
هذه التغذية القصرية تصدر منذ أسابيع قليلة، تصدر بقرار من الكنيست البرلمان الكيان الصهيوني. والحقيقة أن ملفت للنظر أن أول نقابة أطباء شرعت لإدانتها كانت نقابة الأطباء في إسرائيل، فكان الصهيوني نفسه. لذلك أصبح دور هام جدا للنقابات الطبية والروابط الطبية أن تقف ضد الدعاوي المضللة أن ده لمحاولة حياة الأسرى الفلسطينيين. هذا المبحث القانوني والطبي يعني هيدينا فيه كلام أكثر عمقا. دكتورة جينا شكري وأستاذ سامح عاشور، فقط أنا بوضح موقف نقابة الأطباء ضد محاولة جعل حفاظ على حياة الأسرى الفلسطينيين تبدو وكأنها محاولة أخلاقية. ده مزيدا من التعنت وامتهان حقوق الشعب الفلسطيني اللي للأسف حقوقه في وطن مستقل كامل السيادة يعني ما زالت كانت وما زالت من أهم الهموم المثقلة على ضمائرنا جميعا، واللي نتمنى أن نساعد بقدر أو آخر من المساندة للانتصار في معاركه المصرية على الأقل فيما يخص دورنا كنقابة تدافع عن الجانب المهني. شكرا جزيلا لكم جميعا. طويلة بيبقى حد أطباء العرب هو اللي لازق في لساننا. بنرحب بممثل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السفير عبد الرحمن موسى. بنرحب بالسادة ممثلي السفارات العربية، ونخص بالذكر سيادة المستشار عبد العزيز محمد بشر مندوب سفارة الكويت. وبنرحب طبعا بزميلتنا العزيزة أستاذة الدكتورة جينا شكري أستاذة السموم في القصر العيني، وبنرحب بالزميل العزيز دكتور أسامة عبد الحي زميلي في مجلس نقابة وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، وبدكتور عماد طروية أمين صندوق اتحاد الأطباء العرب. المناسبة اللي احنا بنجتمع فيها مناسبة وطنية ومناسبة تتعلق بدور النقابة في إثكس المهنة وأخلاقيات المهنة بامتياز. دائما ما كانت نقابة الأطباء تدافع عن حق العلاج والرعاية الطبية للمحتجزين بكافة انتماءاتهم ومواقفهم. المحتجز له حقوق الرعاية الصحية وله حقوق حماية حياته وحقوقه الطبية والإنسانية جميعا مهما إن كانت جرائمه. ما بالنا والمحتجزين في هذه الحالة هم الأسرى الفلسطينيين، مع كون المشكلة الفلسطينية أحد المشاكل الأساسية في ضمير الشعب المصري والشعوب العربية عموما، أحد المشاكل اللي طالما اجتمع عليها رأي ووحدة صف الشعوب العربية مهما إن اختلفت في منازعات أو توجهات مختلفة، فإحنا أمام بالفعل مشكلة لها شقها الوطني ولها شقها الإنساني والمهني. بالنسبة لنقابة الأطباء، التغذية القصرية للأسرى الفلسطينيين اللي اتحط لها عنوان مضلل كمحاولة لإنقاذ حياتهم، وهي في الحقيقة محاولة لكسر إرادتهم، ونتج عنها في الثمانينات في بداية تطبيقها وفاة 3 من الأسرى الفلسطينيين بالإضافة للعديد من الإصابات. هذه التغذية القصرية تصدر منذ أسابيع قليلة، تصدر بقرار من الكنيست البرلمان الكيان الصهيوني. والحقيقة أن ملفت للنظر أن أول نقابة أطباء شرعت لإدانتها كانت نقابة الأطباء في إسرائيل، فكان الصهيوني نفسه. لذلك أصبح دور هام جدا للنقابات الطبية والروابط الطبية أن تقف ضد الدعاوي المضللة أن ده لمحاولة حياة الأسرى الفلسطينيين. هذا المبحث القانوني والطبي يعني هيدينا فيه كلام أكثر عمقا. دكتورة جينا شكري وأستاذ سامح عاشور، فقط
انا بوضح موقف نقابه الاطباء ضد محاوله جعل الحفاظ على حياه الاسرى الفلسطينيين تبدو وكانها محاوله اخلاقيه. ده مزيدا من التعنت وامتهان حقوق الشعب الفلسطيني اللي للاسف حقوقه في وطن مستقل كامل السياده يعني ما زالت كانت وما زالت من اهم الهموم المثقله على ضمائرنا جميعا، واللي نتمنى ان نساعد بقدر او اخر من المسانده للانتصار في معاركه المصريه على الاقل فيما يخص دورنا كنقابه تدافع عن الجانب المهني. شكرا جزيلا لكم جميعا. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وهو مشهود له ومعروف بمواقفه الواضحة وتاريخه الطويل في الدفاع عن قضايا الوطن العربي وفي قلبها قضية الشعب الفلسطيني، لأن هي القضية المحورية في المنطقة كلها. اتفضل سيادة السفير، اتفضل هنا. عشان الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا لا أريد أن أبدأ بالترحيب بمن هم على المنصة أو من هم في هذا الحفل وهذا التجمع، فأنتم جميعا أهل بيت وأنتم جميعا هنا لقضية مقدسة، وأقول بكل معنى الكلمة مقدسة. نحن في جامعة الدول العربية معنيين بالقضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، وهي همنا الأكبر، وفي مقدمتها قضية القدس وقضية الأسرى. وطبعا لا أود أن أقول ماذا عملنا لقضية الأسرى، فنقلناها ولو على مستوى بسيط إلى المستوى الدولي، إلى الأمم المتحدة، إلى المنظمات الدولية. وأقول أن هذه صفحة ناصعة شديدة البياض من تاريخ الشعب الفلسطيني والعربي في الكفاح والصمود للدفاع عن الأرض العربية والحق العربي، وبتفان غريب ونكران للذات وآلام لا يتصورها أحد. نحن وضعنا هذه الآلام في كتاب، وكان هناك مؤتمرا دوليا لأكثر من 80 دولة شاركت في قضية الأسرى. يكفي أن نعلم أن هناك حوالي 800,000 فلسطيني مروا على السجون الإسرائيلية. لو كل منهم له أسرة وأقرباء، فأعتقد أن معظم الشعب الفلسطيني والعربي، لأن هناك أسرى فلسطينيون وعرب في السجون الإسرائيلية، وأعتقد أنهم الآن يقومون بدور وطني غاية في الروعة وغاية في القوة. هذه راية من رايات الصمود الفلسطيني، لا بد أن ننحني أمامها دائما. هؤلاء أطفالهم في عذاب مستمر، زوجاتهم، أمهاتهم، وأحكام جائرة طويلة. يعني هناك من هو يعني في هذه الفترة هناك 1,000 أسير عدوا 15 سنة سجن، وهناك من عدى 35 سنة سجن. وكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية للأمين العام للأمم المتحدة، إذا كان مانديلا قد قضى بعض من السنين زادت على 27 سنة، هناك 35 سنة 15 أسير فلسطين، هناك أطفال 214 طفل، هناك سيدات، هناك زوجات حوامل ولدوا في السجون. هذا العالم لا يعرف. وأقول نحن سنقف مع هؤلاء الأبطال باستمرار، لأنهم فخر لهذا الشعب، وهم أحد أهم أركان النضال الفلسطيني والصمود الفلسطيني، وهم يؤثرون في الساحة الفلسطينية تأثيرا كبيرا وفي صمت. إنما في هذا المجال
لا أريد أن أتحدث عن العذاب أو الأعداد أو توصيفا لهذه الحالة التي نحن فيها. يكفي أن نعلم أن هذا التعذيب يبدأ من ساعة الاعتقال ويستمر سنوات طويلة. عندما كانت هناك مؤامرة صمت على هؤلاء الأبطال، ابتدعوا أسلوبا جديدا لم يعرفه العالم، وأنا عاصرت معظم حركات التحرر في العالم. لم يكن هناك حركة تحرر فيها أمعاء خاوية أو إضراب عن الطعام. يكفي أن نعلم أنه منهم من تعدى 220 يوما، يكاد يكون عام. سامر العيساوي تذكرون أخوه شهيد وأخته في السجن وبيته مهدوم ووالده ووالدته مروا على السجن. هذه صورة من صور الكفاح والنضال العربي والصمود العربي. فهؤلاء من نسيج هذه الأمة ومن تكوينها ومن جيناتها، يدافعون عن كرامتها وعن مقدساتها. إنما ما نواجهه في هذا الأمر أن هناك مؤامرة صمت دولية في بدايتها ومقدمتها قضية الأسرى. لماذا لا يتعامل العالم بميزان واحد في هذا الموضوع؟ عندما أسر شاليت وهو جندي وبسلاحه وبدبابة، تدخل قادة العالم جميعا حتى يطلبوا الإفراج عنه، لكنهم لم يتقدموا لطلب الإفراج عن طفل أو امرأة أو مريض في السجون. لم تقم دول بإرسال بعثات حقوق إنسان للتفتيش على السجون الإسرائيلية. أنا أقول هذا الكلام ولا أريد أن أوصف الحالة أو أوصفها، لكنني أريد أن أقول في النهاية ماذا علينا أن نعمل ونحن نجتمع في هذا الاجتماع الهام للغاية. أقول أن مؤامرة الصمت هذه لابد من مواجهتها. بالأمس كنت أقرأ إسرائيل تضع ما يسمى بالقوانين، طبعا وهي ليست قوانين، وهي تعليمات أجهزة أمن إسرائيلية تسمى قوانين، لأن القانون الدولي لا يسمح بذلك على الإطلاق. لكن أين العالم الذي يقول لإسرائيل هذه ليست قوانين، هذه أوامر عسكرية، هذه أوامر نازية، هذه أوامر أبارتايد، تفرقة عنصرية من الدرجة الأولى. بالأمس استمعنا، أتكلم في حدثتين، هناك مرابطات ومرابطون في داخل المسجد الأقصى. هؤلاء ليس لتنظيم معين، هؤلاء من أبناء الشعب الفلسطيني، ونحن لا نفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني على الإطلاق. وضعت إسرائيل قائمة سوداء لهؤلاء هذه السيدات جميعا، قائمة سوداء. فإذا كان وضع قائمة سوداء لمن يكافح بالسلام وبموقف سلمي رافض للاحتلال، فما بالنا بالمجرمين القتلة؟ تتذكرون الطفل علي دوابشة الذي أحرق بيته بالمستوطن؟ هذا الطفل استشهد ووالده استشهد ووالدته الآن رهام في حالة صعبة، وهناك أخ له 4 سنين في المستشفى. لا لا لا، أرجوكم، في معلومات في الموضوع، خلينا نتأكد منها. حتى الأمس كان هناك وفد طبي فلسطيني ذهب، هي في حالة حرجة جدا. على أي حال ربنا معها وربنا يشفيها. أقول هذا الكلام، لم يأخذ هذا الوضع بعدا دوليا كافيا، ولذلك الذي قام بالحرق أطلق سراحه ومنع من دخول الضفة الغربية لمدة 4 شهور وهو مجرم قاتل حارق. والذي أحرق الخاخام، أحرق محمد خضير، لم يعاقب حتى الآن، يحاكم، لم ينسف بيته، لم يوضع في السجن، تخرج بكفالة. هذه المجموعة ما تسمى بإسرائيل قوانين ومحكمة عليا لابد أن نعريها تماما، وهي مسؤوليتنا جميعا.
إذا كان هناك طبعا في عائلة أخرى، عائلة التميمي، تذكرون محاولة إلقاء القبض على طفل برضو في حدود 10 سنين، يده مكسورة، عملوا له كمين في الجيش الإسرائيلي في قرية اذكروها جيدا اسمها النبي صالح. ونحن عرب ومسلمون، عندما نسمي أسماءنا وأسماء أولادنا وأسماء قرانا وأسماء مدننا بنسميها بأسماء كل الأديان وليس لدين واحد. هذه القرية المناضلة تعاني معاناة شديدة لاستلاب أرضها كل يوم، فيخرج فتية أعمارهم ما بين 8 و12 سنة يلقون حجارة على الجيش الإسرائيلي. بالله عليكم، طفل يرمي حجرا عمره 8 سنين، هذا السلاح الذري العجيب ماذا يدمر؟ أين يصل؟ ولا يصل قرب قدميه. لكن أن يقفوا بهذا الشكل لإرعاب وإرهاب الشعب الفلسطيني بأسره، هذا الذي يتم. ماذا حدث؟ أخته الصغيرة برضو يمكن شوفوها، وقفت لجندي بتدافع عن أهلها وعن بيتها، الآن وقفت تدافع عن أخوها هي وأمها وأقرباء، وخلصوا الطفل من يد هذا المجرم القاتل. الآن المحاكمة تعقد للأم والأخت والأسرة للأطفال. هذا أمر لا يمكن، لا غير مقبول على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس قانون. لذلك ما علينا أن نعمله كيف نتعامل مع تعرية هذا القانون ومحاكمة هؤلاء القتلة. لذلك أقول من واجبنا، وأعتقد أننا بحاجة إلى اجتماع أخي سامع عاشور، وأنت خير من يعمل لقضايانا العربية، نريد اجتماعا لكل المنظمات العربية التي هي يعني اتحاد أطباء، مهندسين، صيادلة، أثريين، أن نجتمع وأن نضع دائما لوائح سوداء للإسرائيليين الذين يتصفون بالإجرام والقتل والعنصرية، ويكفي أن نضعهم على قوائم سوداء في الدول العربية ثم نتعدى ذلك إلى الخارج. قضية أخرى، أن هؤلاء الذين في السجون لابد لنا أن نقف معهم باستمرار في كل قضاياهم، أن ننقلها للعالم، وأن نضع أصابعنا في عيون من لا يرى جيدا، من يفرق بين هذا وذاك. طفل علي الدبابشة أحرق حيا، والهلع والخوف الذي صابه وصاب أسرته، والآلام، وأخوه الذي لا زال في يعالج ووالدته شفاها الله. هذا الرعب لابد أن يلمس العالم وأن يراه العالم ويسمع العالم. الطفل علي أبو إيلان عبد الله الكردي، ونحن ننحني ونتعاطف، ويعني هذه المأساة تدمي قلوبنا جميعا. هذا الطفل البريء الذي مات غرقا، هناك اهتمام من الغرب في هذه القضية، ويستحق أمثال هذا الشهيد اهتمام أكثر في دول الغرب وفي دولنا. لكن أيضا لابد من نظرة أخرى على علي دبابشة بنفس الميزان. لا تزنوا بميزانين، هذا أمر خطير، وعلينا واجب كبير أن ننقل هذه القضية للرأي العام، ولا نسكت أبدا. نقابات، اتحادات، برلمانات، هيئات معنية بحقوق الإنسان، أن نقوم بواجبنا جميعا. وأنا في بيت الحكمة ولها تاريخ في ذلك منذ زمن طويل، ونحن أكرر مرة أخرى في جامعة الدول العربية نؤيد كل القرارات، ولا أدخل في تفاصيل الإطعام القسري. وإن كان هناك أطباء أو نقابة الأطباء الإسرائيلية فعلا وقفت ضد، وهي لا تستطيع لا أن تقف ضد، وعليها واجبها أن تقف ضد، لكن هناك بعض الأطباء الإسرائيليين أفراد يشاركون في تعذيب الأسرى في داخل السجون،
هؤلاء مجرمي حرب ولا بد أن نضعهم على القائمة السوداء لنا جميعا. شكرا لكم وآسف للإطالة. الحقيقة بشكر سيادة السفير محمد صبيح لشرحه للأبعاد المختلفة لهذه القضية، ولكن أنا دايما بأكد أنه في الكفاح، كفاح الشعوب وكفاح الشعب الفلسطيني والشعب العربي ضد الاستعمار الصهيوني، الكفاح المسلح بيبقى في فترات، فترات الحروب، في العمليات الفدائية، مش عارف إيه. إنما في كفاح آخر وإحنا انتبهنا إليه من فترة يعني مش ليست قصيرة، وهو الكفاح القانوني والنضال القانوني والنضال الديمقراطي. وهنا بتيجي أهمية شرح القضية ورفع قضايا في المحاكم الدولية، في جامعة الدول العربية وما إلى ذلك. فيعني أعتقد أنه فارس هذا المجال هو الأستاذ سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامين مصر، وأنه هذا الدور هو دور المحامين العرب جميعا بالأساس، وإحنا كلنا بنعضدهم وبنمشي معاهم، ولكن المسار القانوني والمسار وهذا النضال القانوني لا يقل أهمية عن أي أشكال للنضالات الأخرى. فإحنا بنرحب بالأستاذ سامح عاشور، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية للأطباء المصرية واتحاد الأطباء العرب على فتح هذا الملف المهني الرفيع في زواياه المختلفة، لكنه يكشف في الوجه الآخر أننا أمام ملف جديد، ملف يكشف الوجه القبيح للصهيونية وللمجتمع الدولي في التستر على جريمة تحدث باسم القانون وتحدث باسم الطب والإنسانية. وبغض النظر عن نقابة الأطباء الإسرائيلية، إلا أنه هذا الموضوع بالنسبة لنا لا يمثل قيمة ولا يضيف جديد لصالحنا، وإنما يضيف جديد لصالحهم هم، وبالتالي نحن يجب أن نستبعد هذا العنصر من الحوار. نحن ندين هذا الأمر باعتباره جريمة قبيحة من جرائم العدو الصهيوني ضد أسران العرب، أسران العرب في فلسطين المحتلة هم الأسرى الأصغر، لكن الحقيقة أن الأسر الأكبر يقع علينا جميعا، يقع علينا نحن جميعا أسرى أكثر من الأسرى الإسرائيليين. نحن جميعا نتعرض لمثل هذا الذي يتعرضون له في السجون الإسرائيلية، لكن بأشكال مختلفة وبأدوات مختلفة وبأنظمة مختلفة، ربما تكون حارقة للدماء ورافعة لكل الضغوط المختلفة التي يعرفها الأطباء جيدا. إحنا أسرى خلافاتنا العربية، إحنا أسرى صراعاتنا المفتعلة بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة، بين أنصار الربيع وبين أعداء الربيع، بين الخلافات التي تحدث كل يوم في منطقتنا العربية، تؤكد أن إحنا أسرى لفعل كبير جدا نحن نقع فيه جميعا ونستسلم ويتوالى هذا الاستسلام ليتراكم في النهاية حتى تضيع منا كل الملامح. نحن أسرى المجتمع الدولي الذي يحاصرنا بقيمه، يرفع قيم نبيلة ويتحدث عن الإنسانية بنقص وبرفعة، ثم يصبح عندما يجد أن العدو الإسرائيلي يهدم منازل الفلسطينيين ويعاقبهم ويعاقب أسرهم على ما فعلهم الأبناء حتى كانوا قد ارتكبوا جرائم من وجهة نظر. هذه عقوبة غير مقننة أصلا في أي تشريع في التاريخ كله، لا توجد عقوبة اسمها أهد بيت من ارتكب الجريمة ومن ارتكب الفعل إلا إذا كان على سبيل البلطجة. نحن شهدنا العالم وهو يتواطأ على حصار العالم الحر، المسيح الحر الذي يتواطأ على حصار كنيسة المهد، كنيسة المهد اللي ضرب فيها القسط والرهبان وحصرت فيها عربات الإسعاف دهست تحت الدبابات ولم يتحرك العالم. العالم لا علاقة له بالقيمة الدينية ولا علاقة له بالدين، ولكن له علاقته بالمصلحة. هو لم ينتفض لصالح العالم المسيحي، لم ينتفض لصالح المسيحيين في فلسطين، لأنه لم ينتفض أصلا لصالح أي مواطن عربي في فلسطين، لأنه تضيع
يتحدث عن داعش التي تفرض الجزية على المسيحيين في العراق وتفرض الجزية على المسيحيين في حلب، وتضرب القوات السورية في دمشق، وتضرب القوات العراقية مش عارف في الموصل. شيء غريب، شيء يذهب العقل. أين هو المجتمع الذي يحارب الإرهاب؟ تركوا الإرهاب الحقيقي، تركوا داعش التي تلتحف بالدين، وإسرائيل أيضا التي تلتحف بالدين، كلاهما داعش، كلاهما دولة دينية، كلاهما يقوم على العنصرية، كلاهما نمقته ونرفضه. لكن المجتمع الدولي يميز بين الدولة الدينية اليهودية وبين باقي الأنظمة المختلفة. أقول هذا ليس من قبيل اليأس ولا من قبيل الإحباط، أنا مع الأمل الذي أنتم تتمسكون به، ومع كل الوسائل التي تفضح هذا المشروع الإجرامي الذي يؤدي في النهاية إلى أن يضيعنا جميعا أيضا ويصرفنا عن قضايا رئيسية. أنا أقول قلت ما قلت من أجل ألا ننغمس فقط في تفاصيل تضيع منا أصل القضية. أصل القضية أن فلسطين محتلة، أصل القضية أن إسرائيل استولت على أرض عربية، الأرض العربية دي ملك المسلمين والمسيحيين واليهود فيها، هو ده أصل القضية. أي دخول في تفاصيل أخرى لن ينسينا هذا الأصل، ولن ينسينا هذا الحق، ولا يمكن أن ننساخ وراء حكامنا اللي عايزين يعملوا علاقات بشكل أو بآخر، بشكل معلن أو بشكل غير معلن مع هذا، كان إرضاء لأمريكا أو إرضاء للمجتمع الدولي الذي يتحكم في المنطقة. من أجل هذا نحن نقول بوعينا كنقابيين، بوعينا كمهنيين، بوعينا كمواطنين مدركين البعد الإنساني والوطني لكل قضايانا المختلفة، إن إحنا بنتناول القضية دي لكن بنتناولها أيضا بحدودها ونبرز حدودها المهنية كما استمعت، وهو أيضا هذا أمر مهم جدا، وأن نفضح هذا الأداء المهني المنحط، وأن نقدم ما لدينا من أدوات قانونية حتى لو كنا نعلم مسبقا أن من سوف يحكم في قضيتنا لن يحكم لصالحنا، لكن في النهاية يجب أن نرفع القضية ويجب أن نترافع في القضية ويجب أن نكشف الجريمة ونكشف المجرمين، كما على الطبيب أن يعالج مريضه حتى ولو تقطعت سبل الأمل في نجاته، فعليه أن يبذل أقصى جهد حتى يحقق هذا الأمر. نحن علينا أن نحقق هذا الأمر، وأنا مبادرة السفير أو الوزير محمد صبيح أنا أقبلها، وندعو بإذن الله إلى اجتماع مشترك لاتحاد النقابات العربية من أجل أن نضع خطة متكاملة في المواجهة الشعبية في الخارج وفي الداخل. احنا انا ارى انه لا يجب ان نقتصر يا سيادة الوزير على ان نتحدث باللغة العربية في مصر او في الاردن او في اي مجتمع يعني متعاطف معنا، لكن يجب ان ننقل هذا الحوار الى المجتمع الدولي، وان ننتقل الى اوروبا لنفضحهم في عقر دارهم على ما يفعلونه فينا ويفعلوا في الشعب الفلسطيني. من أجل هذا علينا أن نضع تصور لهذه الإمكانية وهذه الآلية بهذه الأدوات، وأنا لا أعتقد أنه في نقابة أو اتحاد نقابات على المستوى العربي يمكن أن يتراجع أو يتخاذل عن دعم قضيتنا المركزية الرئيسية، عن دعم إنسانيتنا التي نؤمن بها، عن دعم مهنيتنا التي نؤمن بها أيضا. شكرا لحضراتكم وتمنيات لكم بالتوفيق والسلام. بشكر سيادة النقيب الأستاذ سامع عاشور، و ودلوقتي استاذن سياده السفير عبد الرحمن موسى ممثل فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر لكي يلقي الضوء على طبعا الدور والموقف الوطني التاريخي للازهر الشريف كمؤسسه في الدفاع عن قضايا الامه العربيه وفي قلبها قضيه فلسطين. تفضل يا سياده السفير. السلام عليكم ورحمة الله. بعد التحية لكافة الحاضرين، الحقيقة فضيلة الإمام الأكبر حينما وصلته دعوتكم الكريمة أوفدني على الفور لحضور هذه الندوة ولشرح موقف الأزهر الشريف من قضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والممارسات اللا إنسانية التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني عامة والأسرى على وجه الخصوص وتجاه القدس الشريف أيضا. الأزهر الشريف وإمامه الأكبر موقفه واضح، نحن لسنا مؤسسة سياسية ولا نتدخل في السياسة، إننا مؤسسة وطنية
مؤسسة دينية، أكبر مؤسسة إسلامية في العالم العربي والإسلامي، معبرة عن أماني الشعب الإسلامي والشعوب الإسلامية جميعها والشعوب العربية من بينها في سبيل ومن أجل التحرر والعيش عيشة كريمة، شأننا في ذلك شأن كل دول العالم. الأزهر الشريف وإمامه الأكبر لم يتوانى لحظة عن استنكار والمناداة بالوقوف ضد الممارسات اللا إنسانية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة. إن الأزهر الشريف يقف دائما ضد الظلم الواقع على أي فئة، على أي إنسان أيا كان، مسلما أو غير مسلم، فهذا موقف ثابت من الأزهر الشريف، إننا نقف ضد العنف وضد الإرهاب وكذلك أيضا ضد الظلم الذي يقع تجاه أي فرد أو أي شخص أو أي جماعة في أي مكان في العالم. بالقطع إن الأزهر الشريف لا يمكن أن يسكت عما تمارسه إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه الأزهر، ودائما ما ينادي الأزهر الشريف المجتمع الدولي بضرورة الوقوف إلى جانب المظلومين في العالم وإلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لهذا الشعب وإثبات حقه في إقامة دولته المشروعة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. سوف نقف دائما موقف المؤيد باستمرار للشعب الفلسطيني ولطموحاته ولمواقفه التي تهدف إلى العيش في سلام في المنطقة العربية وفي العالم. الأزهر الشريف نادى المنظمات الدولية المختلفة بضرورة عدم الكيل بمكيالين وضرورة أن تكون هناك معايير واحدة تطبق ضد كل الممارسات اللا إنسانية في أي مكان في العالم. سوف نستمر في هذا الموقف، سوف نستمر في تدعيم الشعب الفلسطيني، سوف نستمر في الوقوف إلى جانب أسرانا في السجون الإسرائيلية، وسوف نقف ضد الممارسات الإسرائيلية اللا إنسانية ضدهم وضد كل ما من شأنه أن يقهر الشعب الفلسطيني ويرغمه على قبول الأمر الواقع. الحقيقة هذا هو موقف الأزهر الشريف، هذا هو موقف الإمام الأكبر، هذا هو ما ندعو إليه باستمرار. وفي النهاية أتوجه لكم بالشكر والتقدير على دعوتكم الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء دور سيادة السفير دولة فلسطين الأخ العزيز والمناضل جمال الشبكي، وهو قلب القضية وقلب الأحداث، ويعني احنا مش عايزين نقول صاحب القضية ان كلنا فعلا اصحاب القضية، ولكن هو راس الحربة، هو راس الحربة في القضية. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية اوجه التحية والشكر لاتحاد الاطباء العرب واتحاد المحامين العرب واتحاد الصحفيين العرب والجامعة العربية وكل من تحدثوا، أيضا اتحاد البرلمانيين العرب على المشاركة في هذه الندوة لإلقاء الضوء على قضية حساسة، قضية مصيرية للإنسان الفلسطيني الأسير، ولكن في نفس الوقت هي للتركيز على المعاناة الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية. أعتقد أنه مهم أن يخرج هذا الصوت من القاهرة ومن هذه الاتحادات المهمة، لأن هذا الصوت فيه دعم للقضية الفلسطينية، فيه دعم لقضية الأسرى، فيه رسالة لشعبنا اللي بيعاني في كل مكان، سواء كان في القدس من التهويد أو في غزة من الحصار أو في كل مكان في الأرض الفلسطينية من الاستيطان ومن المصادرة. رسالة أيضا للأسرى في السجون أنكم لستم وحدكم، وإنما معكم
أمتكم العربية معكم اتحادات الأطباء والمحامين وكل ما يمثل هذه الأمة العريقة رغم كل ما يحيط فينا من ظروف صعبة. أريد أن أقول أن تاريخ القضية منذ البداية كانت في عنصرين: الأرض والإنسان. الحركة الصهيونية تريد مصادرة الأرض وتريد طرد الإنسان الفلسطيني بالقتل بالاعتقال بالتهجير حتى تستطيع أن تسيطر على هذه الأرض. والقضية منذ الحرب العالمية الأولى سايكس بيكو ووعد بالفور حتى هذه اللحظة تدور قطبي الصراع فيها الأرض والإنسان. وأنا أريد أن أتحدث عن الإنسان الفلسطيني، الإنسان الفلسطيني الذي يمثله هؤلاء المناضلين الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، لأنه حقيقة أن الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية يمثلوا من كل الدول العربية من كل الجنسيات وحتى من أحرار العالم. هؤلاء الذين ضحوا بحريتهم، ضحوا بحياتهم من أجل القضية العادلة، قضية المركزية للأمة العربية، من أجل قضية فلسطين. وبالتالي نحن نقف معهم اليوم حتى نقول لهم نحن معكم في هذه المعركة. هناك قانونين أريد أن أركز عليهم في هذا السياق. القانون وجميع القوانين التي تضعها إسرائيل هي عبارة عن أوامر عسكرية تأتي خدمة للاحتلال. ولكن بهذه المناسبة نتحدث عن قانون الاعتقال الإداري. قانون الاعتقال الإداري هو قانون وضع خلال الحرب العالمية الثانية عام 1945 من قبل الانتداب البريطاني، وطبق على الفلسطينيين ضمن قوانين أخرى بما فيها هدم البيوت، أن الإنسان يتم اعتقاله إداريا دون محاكمة. وعندما يستفسر الأهل أو محامي أو أي جهة دولية حقوقية يقول أنه لدينا ملف سري لهذا المعتقل، لا نريد أن نكشف مصادرنا وبالتالي لا نكشف الملف السري. هذا يعطي، وأنتم كمحامين تدركوا كم هذا القانون يعتدي على حقوق المواطن والإنسان في الدفاع عن نفسه، أنه أنا بستطيع أعتقل أيا كان، والمدة التي أريدها هو بيعتقله لست شهور، ولكن هذه الست شهور تتكرر كمان ست شهور وست شهور إلى أن أصبح يسمى المؤبد الإداري، بمعنى هم يتركوه بالسجن عشرات السنوات وهو يجدد كل ست شهور على اعتبار أن هناك ملف سري، وإذا أطلق سراحه سيشكل خطر على هذا الكيان العنصري اللي يعني يملك السلاح النووي ويملك F-16 ويملك ترسانة عسكرية، ولكن يأتي بإنسان فلسطيني أعزل ويضعه خلف القضبان. بهذا المناضلين الفلسطينيين في السجون بدأوا بخطوات لرفض هذا الاعتقال الإداري، وبالمناسبة هذا الاعتقال الإداري كان يتراوح في فترات بعد أوسلو في مراحل السلام، ربما العدد يقل جدا، وفي فترات الأعداد تزداد كما هي هذه الأيام. المناضلين الفلسطينيين لجأوا إلى أسلوب راقي، أسلوب إنساني، أسلوب حضاري، أسلوب لا عنفي. احنا بنحكي عن تجربة غاندي وكيف انه بالله عنف حرر وطنهم، لا يعتدوا على احد، هي معركة الامعاء الخالية، معركة الجوع، معركة الارادة، انه الاسير يقرر طوعا انا اريد ان امتنع عن الطعام حتى ارسل رسالة واركز على هذه القضية ان هناك ظلما شديدا بقى على الاسير الفلسطيني اللي معتقل اداري. طيب على من اعتدى بهذا القرار؟ هو لم يعتدي على احد، هو يستخدم اسلوب لا عنفي، لا بقتل، لا بجرح، لا برمي حجر، لا برمي قنبلة. ومع ذلك هم بدأوا بالتفكير، كانوا في البدايات كما قال انه بالثمانين، تسعة وسبعين، سبعة وسبعين ينفذوا هذا القانون التغذية القصرية عن طريق البربيش، يضعوه في حلق الإنسان واستشهد عدد. وبالتالي المحكمة الإسرائيلية الغير عادلة أخذت قرار أنه توقف هذا الأسلوب، لأنه كل ما استشهد مناضل فلسطيني هذا بيعني أن الحالة الأمنية للاحتلال، أنه الجماهير الفلسطينية تخرج في مواجهات في تضامن، بالتالي هم يسعوا لمصالحهم الأمنية ليس لمصلحة الأسير، أوقفوا. وبعد ذلك بسنوات عندما ازداد الاعتقاد الإداري وازداد استخدام المناضلين الفلسطينيين هذا الأسلوب في الإضراب
المفتوح عن الطعام لجأوا لإصدار قرار مثل اللصوص في الظلام حتى يمرروا أنه لا، إحنا لا نريد أن نسمح له أن يموت، نريد أن يبقى يتعذب مسجون بدون سبب بدون محاكمة، ولكن لا نريد أن نعطي هذا الشرف أنه استشهد في السجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي تخرج مظاهرات ويخرج متضامنين ويصبح بطلا في نظر الفلسطينيين. حتى هذه يريدوا أن يحرموه منها وأنه يبقى في الاعتقال إلى ما لا نهاية. مع التجارب اللي حصلت اضطروا للإفراج عن بعض المعتقلين اللي خاطوا إضرابات طويلة، رغم أنه كل من خاد إضرابات يدرك تماما النتائج للإضراب عن الطعام في فترة طويلة، النتائج الصحية، النتائج النفسية، أنه الإنسان سيصاب بالأسير الأخير اللي محمد علان اللي أضرب عن الطعام حتى الآن هو يعالج في غرفة رعاية مكثفة لأنه نامل الشفاء وأن يعود إلى وضعه الطبيعي، ولكن هناك خطر بحيط بصحته. اتخذوا هذا القرار نقابة الأطباء الإسرائيليين ليس أخلاقا منها، وإنما خوفا من القانون الدولي وخوفا من المحاسبة الدولية، لأنهم بقرارهم إنه هذا تعذيب، إنه إعطاء الأسير ضد إرادته هذه التغذية هي تعذيب، هي تنكيل، وبناء على هذا التعريف إنه هذا تعذيب وتنكيل هم امتنعوا خوفا من المحاسبة، خوفا من لهذا السبب أنا أريد أن أركز وأقول لكل الموجودين إنه لا، مفيد جدا رغم صعوبة المعركة أن نرفع صوتنا في كل المحافل الدولية، مفيد أن نطاردهم، مفيد أن نخوض التجربة مرة ومرتين وثلاث وأربعة حتى نصل إلى إصدار قرارات نبرز كم هو هذا العدو عنصري، ونعيد على الأقل تجربة جنوب أفريقيا. بالمناسبة هذا الكيان الصهيوني هو الأكثر عنصرية والتمييز عنصري ضد الإنسان الفلسطيني وضد الإنسانية. تصوروا أن هناك قانونين في نفس المكان، نفس المكان في قانون عسكري إسرائيلي يستطيع الجندي أن يطلق الرصاص ويقتل الفلسطيني بحجة أنه بدافع عن نفسه، ويستطيع أن يعتقله من يوم إلى سنوات بحجة أنه هو اشتبه في أنه قد يشكل خطر. بينما إذا كان مستوطن اعتدى على فلسطيني في نفس المكان لا يخضع لقانون العسكري، يخضع لقانون مدني إسرائيلي. هذا القانون في بروسيجر طويل إجراءات، في محامي بروحه بالكفالة بينتظر حتى يدان حتى يجيبوا أدلة، وبالتالي هو لا يحاكم ولا يحاسب. ففي نفس الجغرافيا في نفس المكان على نفس الإنسان بيطبقوا قانونين، وهذه قمة العنصرية اللي أنا بعتقد لو طبقنا ذلك في أي عاصمة في العالم. تصوروا مدينة الخليل اللي أنا يعني بشرفني الانتماء لها، فيها شارع الرئيسي في البلد ممنوع أهل الفلسطينيين يمروا منه فقط للمستوطن، قانون عنصري. لو طبق هذا القرار في أي عاصمة في العالم أنه والله منعوا يهود أو غيرهم أن يمروا بهذا الشارع، تصوروا حجم ردة الفعل على اللاسامية واللاعنصرية والعنصرية وكل آخر. هناك شوارع طرق فقط للمستوطنين ممنوع الفلسطيني العربي يدخل فيها، هذا قمة العنصرية. نفس الشيء ينطبق. فنحن نريد، أنا شفت البيان أو مسودة البيان، أنا أريد أن أضيف نقطة حول القانون الاعتقالي الإداري، لأن قانون الاعتقال الإداري هو الذي سبب في قانون التغذية القصرية. المضربين عن الطعام هم معتقلون بدون محاكمة، بدون لائحة اتهام، بدون أي وجهة. أنا لا أريد أن أطيل، ولكن يعني أشكر كل من اهتم في تنظيم هذه الندوة في إلقاء الضوء على هذه القضية الحساسة. وإحنا لدينا بالسجون الإسرائيلية، لا أريد أن أتحدث عن أرقام، كما قال سعادة السفير صبيح أنه أكثر من 800 إلى 850 ألف أسير فلسطيني مروا بالسجون الفلسطينية، يعني أكثر من 20% من المجتمع الفلسطيني أطفالا وكبار مروا على المعتقلات والسجون الإسرائيلية، لأن إسرائيل تريد من باطل أن تخلق لها حق في هذه الأرض، وبالتالي تريد أن تتخلص من الإنسان الفلسطيني. لدينا مناضلون معتقلون بالسجون، أعضاء برلمان على رأسهم المناضل مروان البرغوثي،
وآخرين معتقلين في السجون الإسرائيلية اللي انتخبهم شعبنا في ظل انتخابات نزيهة، في ظل وجود دولي، في ظل كل اتفاقات، هم يؤخذوا ويعتقلوا ويوضعوا بالسجون دون وجه حق وبشكل ظالم. أنا يعني مرة أخرى أرجو أن تتكرر مثل هذه اللقاءات، أن نركز هذه نركز الضوء على هذه القضايا ومن القاهرة، لأنه عندما نتحدث من القاهرة أنا برأيي أننا يصل صوتنا إلى كل أمتنا العربية، ويصل صوتنا إلى فلسطين، ويصل إلى الأسرى خلف القضبان ليشعروا أننا معهم. وشكرا. أنا بشكر سيادة السفير على توضيحه المحترم ده، ودلوقتي مع سيادة المستشار عبد العزيز البشر نائب الرئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت. لا ازاي؟ كلمة دولة خليها بقى كلمة دقيقة. آخر المتحدثين، بعد كده ناخد ملاحظات حضراتكم أو إضافاتكم، لأنه بعد كده هيصدر بيان عن هذا الاجتماع وتوصيات هيقراها الدكتور عماد طراوية أمين مساعد أمين الصندوق في الاتحاد، وهو ممثل دولة فلسطين في اتحاد الأطباء العرب. فدلوقتي مع الدكتورة دينا شكري أستاذة الطب الشرعي في القصر العيني، وهي رئيسة الرابطة العربية للطب الشرعي والسمو، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ببدا بشكر اتحاد الاطباء العرب وعلى راسهم الامين العام الاستاذ الدكتور اسامه عبد الحي، وكذلك اشكر يعني صديقتي وانا بعتبرها برضو من المكافحات دكتوره منى مينا الامين لنقابه اطباء مصر، وبحيي الحضور. انا هتكلم على الجوانب الطبيه الشرعيه، مش للقضية دي فحسب، ولكن في موضوع القضية الفلسطينية ككل. من واقع يعني موقعي كرئيس لرابطة العربية للطب الشرعي والسموم، كانت لي فرصة ان انا اكون متواجدة في دولة فلسطين لاكثر من مرة كنوع من المساعدة والمساهمة في جزء مهم جدا. احنا دايما بنتكلم على التجاوزات للكيان الصهيوني، وطبعا هي حاجة لا تخفى عن الجميع، ولكن هناك نوع من التجاوزات غير معلنة ولكنها تؤدي إلى نوع من الدمار في المجتمع الفلسطيني، ألا وهي محاربة قدرتهم على التوثيق الجيد للتجاوزات الشديدة اللي يعني بيقوم بها الجانب أو الكيان الصهيوني بالنسبة للفلسطينيين. طبعا بيعوقوا تدريب الكوادر بالنسبة للطب الشرعي على التوثيق، بيتم قصف المعامل اللي بيتم تحليل وفحص فيها العينات والأدلة اللي بتأخذ، كل ما بيعملوا معمل بيقذف، ويعني لم يقفوا عند هذا الحد. حتى المعامل المركزية اللي موجودة في الجامعات المفروض انها بتدرب الكوادر والطلبة على انهم ازاي يفحصوا الادلة اللي ممكن انهم يجمعوها، برضو بيتم قصفها بصورة مستمرة. ولكن ارادة الشعب الفلسطيني يعني very impressive، يعني تأخذ من تفكيرك الكثير. النهاردة بيقصف معمل، بعد شهرين بلاقي المعمل ده اتبنى تاني. الإرادة لا تنقصهم نهائي. يعني أنا من ضمن الناس اللي أنا شفتهم كانت واحدة توفى زوجها أو قتل يعني جنبها، وثلاثة من أولادها، وبرغم من كده كان عندها إرادة شديدة جدا، وكان كل اللي بتفكر فيه إنها إزاي تساعد الثكلة وإزاي تساعد الأرامل في إنهم يعني يتعايشوا مع الواقع المرير اللي هم موجودين فيه. ده بالنسبة لأول حاجة، وإن أنا بقول التوثيق ليه ابتدت بيه، لأنه إحنا في عندنا فرصة، لأن دلوقتي دولة فلسطين بقت منضمة للمحكمة الجنائية الدولية اللي أنا أشرف إن أنا عضو في اللجنة الاستشارية الطبية الشرعية التابعة للمدعي العام، وهي سيدة، وده برضو من الأشياء الجميلة إن السيدات دلوقتي بيتقلدوا كل المناصب. فما كلمت مع المسؤول عن الطب الشرعي
في المحكمة الجنائية الدولية. صحيح كان الصهيوني لم يمضي أو يوقع يعني على الانضمام، ولكن يظل حق الشعب الفلسطيني في أن هو نجهز ملف موثق، ملف فيه كل التجاوزات وكل الإجراءات التعسفية الإجرامية بما فيهم الوضع الأخير أو القانون المعيب اللي وافق عليه الكنيسة مؤخرا. الجزء الثاني اللي أنا أحب أتكلم فيه هو الجانب الطب الشرعي أو تحليل الطب الشرعي لهذا النوع من القوانين. هو بكل المقاييس هو عبارة عن تجاوز لكل الحقوق الإنسانية وكل الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالأخلاقيات عامة والأخلاقيات اللي بتحكم مهنة الطب. فإحنا الاتفاقيات الدولية حددتها أساسا في أربع نقاط أو أربع أسس، إنه طبيعي جدا إن الدكتور لا يضر العيان بتاعه ولكن يتوجب عليه أن ينفعه. هناك العدالة إلى جانب حق المريض في أن يقرر مصيره، حق المريض وحق الإنسان في أن يقرر مصيره دي مطلقة. يعني يستطيع الدكتور ان هو يحاول اقناع المريض بانه هذا العلاج في صالحه، ولكن اذا امتنع الشخص او رفض هذا التداخل من حقه وفقا للقوانين الوضعيه والاتفاقيات الدوليه ان نحترم اختياراته. القانون ده فيه تجاوز لحق الشخص بانه هو يقرر مصيره، إلى جانب أنه هو في التجاوز الآخر الضرر الواقع على المريض. طبعا الطريقة اللي بيستخدموها في الإجبار على إطعام الأسرى هو في يعني جزء كبير جدا من تحقيق الضرر للأشخاص أو للمحتجزين. هو ضرر من ناحيتين، اللي هو ده في الأنواع المختلفة للتعذيب. عندنا في تعذيب نفسي وتعذيب بدني، فهو يحتوي على الاثنين. في تعذيب بدني، أنبوبة بتوضع بالقصر ويتم الإطعام عن طريقها بما يستتبع ده لكثير من الأعراض الجانبية، وكذلك أنها بتؤدي حتى إلى الوفاة، إلى جانب أنه هو ما بديش الشخص حقه في أن هو يقرر مصيره، أن هو يضع الطرق اللي هو يشوف أنها تتناسب مع قناعاته. أنا مش عايزة أطيل على حضراتكم، بس أنا بأكرر توصيتي بأن احنا عايزين نتكاتف في عمل ملف كامل لكل التجاوزات، وأنا مستعدة أكون طرف فيه للمساعدة في سواء كان في تحليل الأدلة أو في جمع كل ما يتعلق بالأسلحة المبرمة وطرق القتل الجماعية وما إلى ذلك، منع الرعاية الصحية، حرمان الأسرى فعلا من الرعاية الصحية وما إلى ذلك. لأن أنا فعلا يعني اتكلمت في الاجتماع السابق للمحكمة الجنائية الدولية في هذه النقطة تحديدا، ولكن ما كانش لسه أجيز القانون، فما كانش دي من النقاط يعني النقاش. لا يسعني في الآخر إلا أن أنا أشكر جميع الحاضرين على جهودهم وعلى أفكارهم البناءة في أن إحنا نصل إن شاء الله إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى الفلسطينيين. ولكن الكلمة الأخيرة أن أنا بحيي الشعب الفلسطيني تحية صادقة من القلب، لأني شفت قد إيه عندهم إرادة شديدة لن يستطيع أحد أن هو يكسرها إن شاء الله. شكرا جزيلا. الزميلة والصديقة العزيزة الدكتورة دينا شكري. ودلوقتي إذا كان في مداخلات ناخد مداخلتين أو ثلاثة قبل ما الدكتور عماد طروية يقرأ توصيات هذا اللقاء. تفضل الزملاء. فين الشعب الفلسطيني كله؟ وفعلا بصدق احنا مؤمنين ان قضية فلسطين هي القضية المحورية في المنطقة العربية، وهي قلب الـ يعني قلب الأحداث كلها، وهي قلب الصراع، ونتمنى النجاح والتوفيق، وربنا يوفقنا جميعا بوحدتنا كلنا مع بعض. بس سعادة السفير طالب تعقيب، فاسمحوا لي نستمع ليه الأول وبعدين نكمل مداخلة. أنا سمعت
في انتباه شديد، ولعلي أتعاطف مع كل كلمة قلتها، وأنا على اطلاع شخصي على كل ما يجري وكل ألم في غزة وفي القدس. أهل غزة سيبقوا في غزة بآلام، بجوع، بجرح، بسجن، وهو سجن كبير بالتأكيد. وما بالك بأهل القدس الذين يقتلعون يوميا من بيوتهم، وهي أمر خطير. قد لا نجد قدسا بعد ذلك ولا نجد مسجدا أقصى. أقول هذا الكلام، جامعة الدول العربية أول من عقد اجتماعا لوزراء الخارجية العرب بعدما أحداث دامية حدثت في غزة، حيث قتل الأخ أخاه، وحيث رمي أشخاص من أعلى العمارات، واتخذنا قرارات وفوضنا مصر في ملف المصالح بالإجماع، وجامعة الدول العربية تسير مع مصر في ملف المصالحة إلى الآن. إذا كان هناك من لا يريد، أو هناك من له مشروع آخر، فنحن لا نريد في جامعة الدول العربية أن ندخل في ما يجري من، دعني أقول، أوركسترا خلاف فلسطيني فلسطيني. أنا بالأمس كنت أقرأ داعش تتهم حركة حماس وتتهم إسرائيل. إسرائيل تتهم السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل. هذا الكلام التراشق فيما بيننا لا يفيد على الإطلاق. نحن بحاجة إلى وحدة وطنية. نحن ندعو إلى انتخابات حرة، وأن لا نستنكف عن لقاء بعضنا بعضا لأسباب سياسية. من هو مخطئ، هناك مخطئ، وجميعنا مخطئون إن لم تقم وحدة وطنية فلسطينية. نحن في جامعة الدول العربية نعاني معاناة غير عادية عندما نتحدث إلى الآخر، عندما نتحدث عن الأسرى. وأنا هنا، أنا لا أريد أن أتحدث مطولا في قضية الجامعة، أنا جئت هنا بتكليف من أجل الأسرى ولعنوان واحد هنا في جامعة الدول العربية. نتلقى وفودا، كل الوفود من كل مكان، والقلب مفتوح والعقل مفتوح كما تفضل، ولن نكل ولن نمل إلى أن نصل وحدة وطنية. لا يوجد حركة تحرر في العالم انتصرت وهي مختلفة. فأنا أشكرك، وأنا طبعا كل ما قلت سيكون مكان اهتمامي الشديد. أنا أرجو في هذه الجلسة أن نركز على قضية الأسرى والإطعام القسري، لأنها مهمة جدا لعملنا في الخارج. شكرا. أشكر سيادة السفير. سعادة الأستاذ طالب داخلة، حضرتك أنا اسمي بهاء الدين أحمد، صحفي مصري من جريدة النهار الكويتية. الحقيقة أنا كنت عاوز أضيف على كلام الأستاذ، لكن طالما على السفير صبيح قال خلاص مش هنتكلم في الحكاية دي، فيكون سؤالي عن إحنا ليه دايما نتأخر، وليه دايما متأخرين في المطالب تعريف ما نريد أن نكشفه عن إسرائيل. الجلسة دي ليه ما كانتش مثلا في عاصمة أوروبية؟ ليه ما كانش في وضوح؟ ليه ما كانش في سرعة؟ سيد نقيب المحامين لما مشي ليه ما كانش قبليها؟ فين التوثيق؟ فين دورك انت كنقيب محامين مصريين؟ فين المحامين الدوليين اللي احنا عمالين نشوفهم دايما في الفضائيات الخاصه؟ كل شويه واحد يطلع يتكلم محامي دولي ومعروف دولي ومش عارف ايه دولي وبتاع، فين هو من نسب هذا القرار؟ شكرا. شكرا. التحيه والتقدير وخاصه الى اتحاد الاطباء العرب واتحاد المحامين واتحاد الصحفيين العرب على هذا الجهد الذي يبذل لأجل رفع قضية وطنية فلسطينية بالدرجة الأولى وعربية بالدرجة الثانية. إن ما يعنيها المعتقلين الفلسطينيين يفوق كل التصور، دون أن يوصف، لأن الكلمات تقف عاجزة عن وصف تلك المعاناة التي يعانيها ابناء الشعب الفلسطيني، علما بأن هناك لا زال يقع أكثر من 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. تعرض الجميع إلى ما يعانيه الأسرى، ولكن فيما يتعلق بقانون التغذية القسرية، هنا لابد أن نؤكد بأن للإنسان الحق الخاص في الحياة،
وله أن يقبل ما يشاء أو يرفض ما يشاء. لذلك هذا القانون يعتبر تعدي على الحق الخاص للإنسان في الحياة، وهو الأمر المرفوض دوليا، بالإضافة إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيين هو مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية، خاصة ما سن من قوانين وعلى رأسها قانون تأمير الذي أصبح يحاكم الفلسطيني على أثره نتيجة شهادة أي إنسان أيا كان هذا الإنسان، مما جعل السجون الإسرائيلية أن تكتظ بالمعتقلين الفلسطينيين. ولكن هنا لابد من الإشادة والتأكيد بأن تلك السجون التي حاول الاحتلال أن يحولها من باستيلات لفراغ المناضلين من محتواهم الثوري والنضالي والوطني، استطاع الفلسطينيون والمناضلون أن يحولوها إلى أكاديميات ثورية تخرج الأبطال وتخرج الثوار الذين لا زالوا يحملوا لواء البندقية ويحملوا لواء الثورة الفلسطينية. ولكن عندما نقول ونحن في هذه الندوة من مصر العروبة، مصر قلب العروبة النابض، فنحن نحمل رسالة إلى كل العالم العربي وإلى العالم الخارجي، لما تحتوي أو لما تحمله مصر من مكانة إقليمية ومكانة عربية ومكانة دولية، الأمر الذي يضع هذا الأمر في المصاف ويضعه أمام العالم بأجمعه، لأن هناك قضية فلسطينية أو قضية أسرى فلسطينيين لا زالوا يعذبوا ولا زالوا يعانوا في باستيلات الاحتلال، علما بأنه كان لدى العالم مانديلا واحد، فلدينا أكثر من 100 مانديلا فلسطيني تجاوزوا مانديلا، فمانديلا الذي قضى نصف فترة اعتقاله وهو معتقل في بيته، الفلسطينيون يأخذوا سنوات أعمارهم وهم خلف القضبان محرومون من أدنى أو أبسط الحقوق الحياتية التي يعيشها الإنسان والتي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية. فهنا لابد أن نؤكد على أن هذا المنبر لابد أن يكون مفتوحا للجميع ويكون مستمرا حتى تصل إلى العالم وشكل رأي عام عربي وإقليمي ودولي لقضية الأسرى، وهو ما يجب على الجميع أن يتواصل به جميعا. أشكر لكم هذا الجهد مرة أخرى. شكرا. هي دكتور مندور أهمية النضال القانوني، وبشكر حضرتك واستأذن حضراتكم ان الدكتور عماد طراوية امين صندوق الاتحاد وممثل دولة فلسطين في اتحاد الاطباء العرب يقرأ علينا توصيات هذا اللقاء المحترم لحضراتكم معنا. مساء الخير. البيان الصادر عن هذه الندوة التي عقدها اتحاد الأطباء العرب ونقابة أطباء مصر بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب ونقابة الصحفيين وبمشاركة الأزهر الشريف، فقد عقدت ندوة موسعة حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وذلك يوم الأحد الواقع في 6 سبتمبر 2015 في دار الحكمة القصر العيني في القاهرة. وقد أوصى المجتمعون بما يلي: أولا، يعلن المجتمعون عن تضامنهم ووقوفهم بقوة مع نضالات الأسرى العرب والفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ثانيا، يؤكد المجتمعون على رفض الممارسات اللا إنسانية للكيان الصهيوني ضد الأسرى في سجون الاحتلال. ثالثا، يطالب المجتمعون الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة وخاصة مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية بالوقوف ضد قانون التغذية وكافة الإجراءات التي تمس سلامة الأسرى والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إلغاء هذا القانون الجائر. رابعا، يطالب المجتمعون اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي
لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر استمرار الجهود للحفاظ على حياة الأسرى وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم الإنسانية. خامسا، يطالب المجتمعون البرلمان العربي واتحاد المحامين العرب باستمرار جهودهم واتصالاتهم مع البرلمانات الدولية وخاصة البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي لإلزام الكنيسة الإسرائيلية كونه عضوا فيه بالالتزام بالنظام الداخلي والميثاق والتوقف فورا عن إقرار مثل هذا القانون وتنفيذ القرارات وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالاتحاد وإدانة الكنيسة ومعاقبتها لمشاركتها الاحتلال وتشريع جرائمه وإرهابه التي ترتقي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. سادسا، يطالب المجتمعون الجامعة العربية اتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الإنسان باستمرار التواصل ودعم دولة فلسطين لتحويل ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية. سابعا، يدعو المجتمعون الاتحادات والنقابات والجمعيات والهيئات العربية لتنظيم فعاليات وندوات مماثلة في كافة الأقطار العربية وكذلك الأنشطة التي يرونها مناسبة ضد الممارسات القمعية في حق الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ثامنا، يدعو المجتمعون اتحاد الصحفيين العرب والنقابات والهيئات الصحفية والإعلامية العربية إلى تسليط المزيد من الأضواء وكذلك الأنشطة على نضالات الأسرى والعمل على دوام متابعة قضاياهم العادلة وفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال وفي كافة وسائل الإعلام العربية والدولية. تاسعا، يثمن المجتمعون الجهود والنشاطات المبذولة لدعم الأسرى وحقوقهم المشروعة ويدعو إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الاتحادات والمنظمات والنقابات العربية وكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى الالتفاف خلف الأسرى والانتصار لحقهم وعدم تركهم فريسة سهلة للسجانين وحكومتهم. عاشر، دعوة الفرقاء الفلسطينيين إلى إزالة أسباب الانقسام والدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني. هذه 11، دعوة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة إلى الانعقاد لتفعيل الاتفاقية الرابعة والاتفاق على عقوبات رادعة لمخالفة أحكامها. 12، مطالبة المجتمع الدولي وخاصة المنظمات القانونية والحقوقية إلى الضغط على دولة الاحتلال لإيقاف العمل بقانون الاعتقال الإداري مع سرعة الإفراج عن ضحايا. 13، تشكيل لجنة متابعة من الجامعة العربية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة واتحاد الأطباء العرب واتحاد المحامين العرب واتحاد الصحفيين العرب ونقابة أطباء مصر لمتابعة ملف الأسرى. لجنة الأسرى بجامعة الدول العربية. ما هو القطاع؟ قطاع. هو القطاع، هي عند القطاع. لمتابعة ملف الأسرى والتوصيات الصادرة عن هذه الندوة. شكرا. بشكر التوفيق لحضراتكم كلنا جميعا في الدفاع عن قضيتنا المحورية. ألف شكر على المجهود.